الناس يدعون الله وينتظرون أن يتحقق لهم ما يطلبون بعينه. لا، ابن عطاء الله حكيم الصوفية يقول في حكمه: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو سبحانه ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لك لا في الوقت الذي تريد أنت. الله تعالى ضمن لنا الإجابة فيما يختاره، لماذا فيما لا ليس الأمر فيما نختاره نحن؟ لأننا ربما نختار ما فيه هلاكنا، ما فيه دمار أمرنا، ما فيه شرنا، لكن الله تعالى إذا ما ضمن لك الإجابة فيما اختاره لك فإن اختياره لك الخير كل الخير، فهو الذي خلقك وهداك وأحبك فيختار لك الخير. أنت ادعو الله وسلم لاختيار الله، ففي اختيار الله الخير كل الخير.